دراما رمضان السنة دي مستمرة معانا ومتنوعة، والأحداث ابتدت تشتد كده بشكل كبير، وابتدت الناس تحدد اختياراتها بقى وتشوف هتتابع ايه. كل واحد حط عينه على مسلسلين ولا ثلاثة، ممكن أربعة، في ناس عندها وقت الخمسة كمان. خلينا نتعرف أكتر مع الناقد الرياضي علي الكاشوطي، ايه تقييمه لدراما رمضان وايه اللي بيحصل فيها، ويعني يعمل لنا قراءة كده للي بيحصل. صباح الخير على حضرتك، أهلا وسهلا بيك. صباح الفل، اهلا بيكم. احنا شايفين كده وجبه دسمه كعاده رمضان من الدراما، والتواجد للدراما الوطنيه بقى او القوميه موجوده وبشده السنه دي. والله هو في تنوع كبير السنه دي على مستوى المسلسلات دراما رمضان ما بين الاكشن والوطني والاجتماعي والصعيدي. في توليفه كثيره جدا لكبار النجوم المحبوبين يعني في بشكل عام. نشوف مثلا مسلسل الاختيار قد ايه في اهتمام كبير جدا من الشباب، وده شيء جيد جدا ان هم يلتفوا حوالين المسلسل زي ما التفوا عليه في الاجزاء الاولانيه بتاعته. بنشوف يعني اربع نجوم كبار، كل واحد اذا في مسلسل كامل لوحده بيتجمعوا علشان هدف. انا بعتبر ان هو هدف وطني ان احنا نعمل مسلسل زي مسلسل الاختيار، ده هدف وطني. صحيح. وكويس ان هم متفقين حواليه وقادرين يجمعوا كل الشباب والفئات المختلفه ان هم يتفرجوا على المسلسل ويستمتعوا بيه ويشوفوا الحقائق ويعرفوا ايه النتائج اللي كانت بتدبر لمصر. نعم. طبعا على المستوى الاجتماعي في اعمال كتير اجتماعيه مميزه، يعني انا سعيد جدا مثلا بمسلسل مشوار للمخرج محمد ياسين محمد رمضان ودينا الشربيني، لان هو مسلسل مختلف على شايفين محمد رمضان بيقدم لنا شخصيه ودور جديد غير الادوار يمكن المتكرره او المتشابهه اللي شفناها السنوات اللي فاتت. يعني ما انا عشان كده قلت مسلسل مشوار لمحمد ياسين، لان هو فعلا المخرج هو البطل صحيح الاساسي، وده المفروض ان هو اللي بيحصل، يعني هو ده الطبيعي اللي يحصل. هو قادر يسيطر بشكل كبير جدا على اداء الممثلين. نعم. اغلب الشخصيات بتتناسى شخصيتها الحقيقيه وبتجسد الادوار اللي مطلوبه منها في المسلسل، وعشان كده محمد بيقدم اداء منضبط صراحة وبشكل مختلف كبير يعني ظاهر، وهو ودينا الشربيني عاملين زيه حلو جدا، لاقيين على بعض وفي كاريزما كبيره بتجمعهم. يعني استاذ علي الكاشوطي، يعني كناقد فني هنرجع تاني للاعمال الوطنيه او القوميه زي ما قالت زميلتي منا، لكن عاوز اعرف من حضرتك بقى تحديدا مسلسل العائدون، تابعت ازاي المسلسل ده؟ وتحديدا هو بيصدر لنا فكره يعني اعاده تدوير الارهاب، وكيف تصدت الاجهزه الامنيه او المخابرات العامه المصريه لهذا السيناريو المخطط من الخارج. يعني انا بشوف ان نوعيه الدراما ديت مهمه جدا، لان انت عارف ان احنا كشعب مصري او حتى الوطن العربي دايما بيتعاطى مع الدراما بشكل اكبر من نشرات الاخبار واكبر من الجرايد. صحيح. وحتى الافلام الوثائقيه او غيرها. احنا شعب عاطفي فدايما بنحب نتفرج على دراما. لما بتكون الدراما ديت مبنيه على احداث حقيقيه او مستوحاه من احداث حقيقيه وبنشوف فيها الحقائق اللي احنا بتوقيت كنا احنا عايشينه وبتوفى على الشاشات، ولكن بشكل درامي بتكون تاثيرها اكبر، لان الناس بتشوف بقى يعني قدامها ممثلين من لحم ودم وبتخيلوا الشخصيات دي كان وضعها ايه في الحقيقه. فبشوف ان الاعمال ديت قد ايه بتكون مؤثره بشكل كبير على المشاهد، وقد ايه بتعمل عنده نوع من انواع التوعيه ان هم يشوفوا مصر كانت رايحه على فين وايه المشكلات اللي كانت بتواجهنا، لان في ناس كتير رغم ان هم يعني عايشين على ارض الواقع المشاكل اللي بيحصل فيها، لكن برضه ما كانوش بيتخيلوا ان هي حجم التحديات بالشكل ده.
طيب فأي عمل درامي خلينا نروح كده نشوف المسلسلات الاجتماعية ونشوف المسلسلات الكوميدية. احنا دي الميزة اللي بتميز رمضان، الوجبة الدسمة المتنوعة اللي على كل ذوق، وكل واحد هيلاقي اللي يعجبه واللي هيبقى مناسب جدا ليه وللفئات العمرية كمان المختلفة. عندنا المسلسلات الاجتماعية، والسنة دي موجود فاتن أمل حربي وموجود بقوة، وموجود كمان في المسلسلات الكوميدية مسلسل أكرم حسني قد إيه دمه لطيف وخفيف، الكبير، الكوميديا المتجددة. عندنا مسلسلات يعني حمد هلال وعودته القوية في المداح، يعني عندنا مسلسلات كتير قوي لو نمر عليهم سريعا عشان نلحق نطرحهم كلهم. والله أنا بالنسبة لي يعني حابب مسلسل الكبير قوي ومكتوب عليا الأكرم حسني، لأن هما الاثنين عاملين كوميديين بيحترموا عقل المشاهد، ويمكن أحمد مكي عودته للكوميديا ده شيء كان رائع الصراحة، لأن الجمهور ارتبط بيه في أجزاء كتير من المسلسل، والناس كانت يعني قلقانة شوية من عدم ظهور دنيا سمير غانم واستبدالها بشخصية ثانية هتبقى هي زوجة كبير قوي في المسلسل، ولكن احنا يعني امبارح الحلقة كانت جميلة جدا وكانت دمها خفيف وروح جديدة شابة بنشوفها في المسلسل اللي هي شخصية مربوحة. فأنا شايف إن هو يعني واحد من الأعمال المتميزة، وأحمد مكي بيعود مرة ثانية بشكل جديد ولطيف يعني. طبعا أكرم حسني احنا يعني دخل قلوبنا كده مثل ما يخبط. هو بيقدم دراما كوميدية لطيفة جدا، وقد ايه هو عنده السنس بتاع الحفاظ على الجمهور بتاعه، يعني هو ربى جمهور بشكل كبير، الناس اللي هي كانت مرحلة المراهقة أو أصغر شوية واستمرت معاه سواء في أفلامه أو في مسلسلاته ولسه مكملين معاه، هو قادر يجذبهم بشكل كبير سواء بالأغاني اللي هو بيقدمها في أعماله أو حتى بشكل ومستوى الحوار والقصص اللي هو بيتناولها، القصص كلها صادقة يعني. طيب استاذ علي خليني بس اعرف من حضرتك بقى، يعني احنا شايفين تنوع زي ما ذكرت في البدايه، وفي الحقيقه يعني الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه عامله يعني حاله من التنوع سواء كان اجتماعي سواء كان وطني سواء كان كوميدي ايضا، شايف ايه الرهان اللي موجود حاليا في يعني هذا التنوع من خلال الاربع حلقات اللي احنا تابعناهم كده؟ والله بص، هو انا بحس ان يعني الرهان بيبان اكتر بعد مثلا الحلقه السادسه او السابعه ويمكن كمان العاشره، لان الاعمال الدراميه في البدايه بيبقى فيها حاجه زي نوع من انواع الفرش الاحداث، بيبدا يمهد للي احنا هنشوفه في ذروه الاحداث اللي هي بتبقى العشر حلقات الثانيه من المسلسل. انا شايف ان هو مثلا مسلسل زي مسلسل فاتن امل حربي واضح ان هو بادئ من البدايه بان هو واخد صحيح يعني خطه واتجاهه وبيأثر في المشاهد من اول حلقه. يعني اي نعم ممكن يكون الموضوع الناس مبالغ فيه شويه او العنف مبالغ فيه شويه او ان في شيطنه للرجل، ولكن يعني ما حسب الاسره بس هو لامس ارض الواقع فيه. تحديدا يعني هو انا عايز اقول لك ان هو المسلسل فيه معلومات كتير جدا مفيده للي في حاله فاتن، يعني انا مثلا بالنسبه لي كنت اول مره اعرف ان في مركز يقدر يستضيف المراه المعنفه ويعيشها في هذا المستوى الاجتماعي بالشكل ده، ف برضه في حاجات كتير جدا ممكن تبقى غايبه عن البنات او الستات المطلقات، فشايف ان هو المسلسل ليه هدف وليه رساله واضحه، ممكن يكون في بعض المباشره شويه في الاحداث والتناول، ولكن في النهايه يعني هدف توعوي. أكيد. كل الشكر لحضرتك الأستاذ علي الكاشوتي الناقد الفني، شكرا جزيلا لحضرتك.